الحقيقة المنتدى منتدى مهم جدا من حيث الموضوع ومن حيث التوقيت. نحن في العالم العربي الآن نتصارع في موضوع الإعلام، أي نوع من الإعلام نحتاج، كيف نطور الإعلام، كيف نطوره كأداة لخير هذه الأمة، للكلام عن الاستراتيجيات، لإقناع المواطنين بأهداف الحكومات المختلفة. هذا موضوع مهم جدا. مداخلتي ستكون لها علاقة بالتخطيط الاستراتيجي وكيفية التواصل الاستباقي مع الناس في موضوع الرسالة الحكومية. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه لا نريد أبدا أن يكون هناك استراتيجيات غير مقنعة للناس، ولا نريد أيضا أن يكون هناك إعلام خارج إطار الاستراتيجية الحكومية المقررة بحيث أنه تخدم هذه الاستراتيجية. أولا، الدورة الثانية في فرق كبير جدا بينها وبين الدورة الأولى من ناحية الحجم وتعدد الموضوعات وعمق البحوث المقدمة لهذه الدورة. إنما في الأول الحقيقة أنا عايز أقول أنه اللي لفت نظري أنه هذا القطاع من الإعلام اللي هو الاتصال الحكومي، القطاع ده لم نتنبه ليه كإعلاميين على مدى التاريخ، ما تنبهناش في الفترات الطويلة، على قدر ما في مؤتمرات واجتماعات بتدرس جوانب الإعلام المختلفة في مختلف البقاع العربية في السنوات الماضية، إنما الحقيقة كانت كلها منصبة على الإعلام الحر الخاص أو الرسمي الموجه إلى عموم الناس، إنما الاتصال الحكومي بمعنى الإعلام اللي بتقوم به الإدارات الحكومية المختلفة لإشراك الناس في المشروعات وفي حلول المشكلات، هذا قطاع ما تنبهناش ليه، ويجب أن نعترف للشارقة بأنها خاضت لأول مرة مجال لم يتطرق إليه آخرون.